سعاد حديدو سائقة مهنية بالعاصمة الرباط، من الرائدات الأوائل في مجال السياقة ديال سيارة الأجرسين في ثاني مدينة الرباط. اليوم درنا هذه الحملة، ماشي غير اليوم، من يوم السبت وحنا دايرين الحملة ديال التبرع بالدم بالمجان للناس اللي بغاو يمشيو يتبرعوا بالدم. ومن هذا المنبر ديالكم كنعزين الناس ديال الحوز ورزازات تارودانت في هذه الفجيعة اللي ألمت بالمغاربة كاملين وبينت المعدن ديال المغرب وولاد المغرب، الشعب اللي وقف وقفة رجل واحد في التعاون مع خوته في هذه الفجعة الكبيرة ديال الزنزان. وانا كنعزيهم من هذا المنبر ديالكم. كيفاش شفتي ديك المنظر المؤلم؟ خويا منظر فاجعة كبيرة ألمت بالمغاربة وبالشعب. فاجعة كبيرة، كنتمناهم الله اللطف، كنتمناهم الله اللطف. كيفاش جاتك الفكرة أنك ديري هاد البادرة؟ هذه بادرة إنسانية من الناس المسؤولين اللي حنا تحت الإمرة ديالهم. او ميم طو حتى هي ديالي انا، يعني حتى انا فقت الصباح درت مشيت تيريت الوراق وعلقتهم، واللي كيطلع معايا تيقول لك باغي دير تبرع الدم مشيت دنتيهم فابور، كيبغيو يخلصوا تنقول لهم لا، هذه رساله للناس اللي باغيين يتبرعوا بالدم، فهي انا تحت الامره ديالهم. اي وقت احتاجوني بحال واحد الوليد راه شتوه دابا معايا، عيط ليا، كنت جالسه كنتسنى شي كليان، عيط لي قال لي اختي بغيت نمشي نتبرع بالدم، قلت ليه مرحبا انا واقفه حدا الطاكسي اجي عندي، جا عندي وهزيتو انا غادي نديه دابا يتبرع بالدم، ومن هنا غادي نمشي نردو. علاش اخويا؟ شوف لا شوف، ولو حنا مضرورين بالروسيطه والمازوط وكل شيء علينا، ولكن هذا راه الوطن، راه وطن فديه بروحي بدمي فديه الوطن ديالي. بركة اننا كنشوفوا سيدنا مألم في والبارح فاش كان الاجتماع ديالو كنشوفوا سيدنا مألم، فكيف حال ان ابناء الوطن ما يكونوش مألمين؟ وكنشوفوا من طنجة للقويره الناس كيفاش كتلاحم وكيفاش كتشري وكتصيفط. هادشي راه خير دليل ان بلادنا راه باقي فيها الخير. شوف ان الناس المهم طاكسيات محبوبه كيدوزوا. انا الحمد لله راه تبارك الله 7 سنين في الطاكسي، راه ماشي سهله ومحبوبين من الجميع، يعني العاصمه كل شيء. غادي نمشيو باذن الله في القافله ديال الاخوه اللي دايرين ديال سائقين سياره الاجره الصيف ثاني مدينه الرباط، وباذن الله غنكون من مع الاخوان الناس المبادرين اللي غيمشيو لمراكش وغيديو الاعانه باذن الله. الطريقه انني لحت في جميع المواقع التواصل الاجتماعي سعاد حديد دو، لا في فيسبوك تيك توك انستغرام المبادره ومصوراها وليحها، اللي بغى يتواصل معايا ونديه ما عنديش مشكل، ونمرتي راهي تحت الطلب ديالكم ونصورها ونلوحها ما عنديش مشكل. كان ما نكذبش عليك، راك احنا مألمين، راه احنا مألمين بزاف، راه قلبنا دارنا. كان نعاود نوجه مع العلم، ما نحتاجش نوجه، لو تبارك الله الشعب شفناه شنو دار، راه فين ما تدوز كتلقى كراج كيجمعوا الاعانات وكيجمعوا مدارس كيجمعوا ادارات كبار كيجمعوا، يعني هادو هما ولاد الوطن، هادو هما الشعب، هذا هو اللي هادو هما الاولاد اللي غيحروا كيحروا البلاد صراحه الله. حنا كنفتخر بلي اننا مغربيه ودمي كيجري فيه دم الوطن دم المغرب تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو. انا كنت مع شي كليان هزاهم وصايقه تم فبايد، كنحس بحال الطوموبيل مشات بيا وجات، كنقول لهم الزنزان، تيقولوا لي لا، تنقول لهم والله حتى الزنزان وقفنا، حتى كنشوف الناس كلهم خارجين تما كاينه اصلا. بعدا شدتني الدوخه انا صايقه، ما عمرها ما وقعت لي شدتني الدوخه، يعني في قلبي شدتني الدوخه، عرفت باللي كاين الزنزان. ومن بعد وقفنا والناس خرجوا وولينا كنعطيوهم في النداءات ونتعاونوا مع الناس انهم يخرجوا من الديور وهذاك الشيء. احنا دايرين جروبات دابا في الواتساب، انا حتى في العماره فين ساكنه قسما بالله لحت النداء للجيران كاملين يجمعوا الحوايج يجمعوا الكواش اللي اي حاجه، المهم اللي نقدروا نعاونوا بها. عاد خلاص خدينا الناس المسؤولين ديالنا ديال سياره الاجره، مشكورين ومشكور السي عبد الرحيم للراس، ومشكور السي بطوطه، مشكور السي حماد الدكالي، السي يونس من جمعيه بديل، يعني الاخوان كلهم متحدين وحنا معاهم، وغادي ان شاء الله نوصلوا الرساله ديالنا ان شاء الله الى اعلى نقطه في الحوز تارودانت ورزازات الناس المضروره. حنا ان شاء الله باذن الله جايين عندكم. شوف العيالات ما نحتاجش نهضر عليهم، على ود العيالات مألمين كثر، راه فاش كيشوف الزنزل كيشوفوا وليدات ميتين، كيشوفوا عيالات ميتين، كيشوفوا، فما نحتاجش العيالات بعدا كاينه تبارك الله عليهم. السلام عليكم خوتي، هذه مراسمه على تدير مساعدات عند الطاكسي مزيانا، تدي من الناس باش يتبرعوا بالدم. اي واحد اللي بغى يصون عليها يصون عليها. اي انا صنت على احد المسرح، انا محمد الخامس صنت عليها، زدت عندي خف نزر بنت تبارك الله عليها، تنسكرها بزاف تنحييها. بغينا نعاونوا الناس هذو اللي صحابوا ورزازات وهذو، نعطيهم الدم مسلمين ديالنا تنحييهم. بغيناهم اي واحد اللي مريض دابا يسافر الله سبحانه وتعالى، اللي ماتوا الله يرحمهم. مبادره
كاينين مبادرات بزاف زعما الفتحيه بغينا نقولوا كاع زعما يعرف كاع زعما المغربيه يبقاو يديروا مبادره بحال هكذا ربي يعاونهم الله اي واحد الله يسهل امره. نقول لك السيد هذه تنشكرها بزاف تنعطيها تحيه الله يسهل امره اي حاجه تمنى حتى ربي يفرحها. ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.